يا السلام عليكم الخوت، نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غيكون الناس اللي عندهم تليفون ديال هواوي. كنعرفوا باللي الهواوي مبقاش عندها علاقة مع جوجل، يعني ما عندكش بلاي ستور في التليفون. انا نوريك واحد الطريقة كيفاش تدخل بلاي ستور عندك في التليفون. اول حاجة ندخلوا جوجل، نجيو لهنايا للروشيرش، نكتبوا اس تي فيكس هكا، ندخلو الليان الاولاني كاع اس تي فيكس، تعطينا الباج ديالهم الرئيسيه اللي هي هادي هكا. نجيو لهاد ثلاثه الشرطات نوركو عليهم، نمشيو لجوجل فور هواوي نوركو عليها، نحيدو هذا اشهار نحيدوه، نمشيو للسوليسيون 5، ها هي انستالي جوجل بلاي ستور ويش دو سبيس اي جوجل سبيس، كليكي هنا نكليكيو عليها، تعطينا بحال هكا. ملي عطينا هكا نجيو لدونالد، دونالد تسنى تعطينا، هي تسنى واحد 5 ثواني، هاداك دينا نيشان ميديا فاير باش كنتيليشارجيو هاد لابليكاسيون هادي اللي هي غادا تعطينا بلاي ستور ان شاء الله. هاهي عطاتنا، نديرو تيليشارجي، هاهي تيليشارجي، تسناو هاد سالي. من بعد مسألة نكليكيو عليها، عطينا هكا نزيدو نكليكيو، عطينا هنا ملي نكليكو باش انستاليو عطينا واحد المود باس. هنا غادي نرجعو لهاد الباج هادي ديال جوجل، نرجعو باللور، نزيد رجع، نزيدو نرجعو، ها هو كنلقاو المود باس هو هذا، المود باس هو نيت السمية ديال السيت. نرجعو لهنا، نديرو اس تي فيكس .net، هاهي اوكي. من بعد ما نديرو هاد المود باس، يعني عاد تعطينا انستالي، ضروري ديك المود باس انستالي، نتسناو انستالي. الكونيكسيون شوية عندي عيانة، داكشي علاش قضية تقيلة شي شوية. هاهي تانستالات، نديرو اوكي، خرجوا نجيو لهنا غادي نلقاو هي هادي، كليكيو عليها ديماري اوتوريزي. هنا عيطونا واحد الفيديو كيشرحوا الطريقه ديال الخدمه ديالها، الفيديو ديالهم هذا. يعني فيديو غير ديال الشرح ديالهم، نتسناو دابا تشارج هادي. انا نزرل بكم الفيديو حتى هادي كتعطل واحد شويه، المهم غادي نزرب الفيديو واحد شويه بعد ما تفوت هاني. المهم ها هي كملات دابا تشارجات كامله، غادي تعطينا بحال هكا. نكليكو على بلاي ستور، جوجل بلاي ستور، باش ندخلو البلاي ستور ديالنا، ديرو كونيكسيون. في الاول كتبقى تعكس، بقات وراك راه كونيكسيون بزاف، باش غادي تعطيك دير جيميل ديالك. المهم بعد هاي دخلات كنجيو لهنا كنديرو الجيميل، المهم انا نطرق لكم الجيميل ديالي باش ما يبانش. نكملوا العملية ديالنا، رجع اكسبت، تسناو دابا الدخول اكسبتي. هنا واخا كتعطيكم بلي تعاود تجي، المهم ما تعاودوش، اي خرج سير لابليكاسيون، عاود دخل بلاي ستور، ها بلاي ستور ديالك واجدة. انا تنجربوها، نمشيو مثلا نديرو يوتيوب، نستعملو يوتيوب ديالنا. المهم هو كمل ب تيليشارجمون و تانستالا، كيش انستالا، نجيو لهنا نخرجو، ندخلو لهادو لابليكاسيون، ها هو يوتيوب، ندخلو ليه، يعني حل الجيميل ديالك خدم بيه عادي، ها هو يوتيوب عادي خدام،
ما فيه حتى شي مشكل، يعني تقدر تنصلي اي ابليكاسيون جوجل هلو لي زامي، والله بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش اي حاجه، يعني ما كاينش شي مشكل عادي. بغيتي تخرج هو كيقول لي زابليكاسيون، انا وسط الابليكاسيون هذه بغيتي تخرجو كتكليكي عليه غير راكورسي اجوتي، تخرج تلقى يوتيوب ديالك انا يخرج عندك في التليفون عادي وتخدم به عادي. نتمنى تعجبكم يعجبكم هذا الفيديو هذا، واستفدوا منه ان شاء الله. تحياتي.